السلام عليكم. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن مفهوم الاختراع من الناحية القانونية. الحلقة دي هنتكلم عن حاجة تانية. سؤال بسيط، احنا ليه بنخترع؟ لماذا نخترع؟ السؤال ده ببساطة ليه إجابة واضحة جدا. عند الناس اللي بتخترع أو عند الأفراد، مش الهيئات، الأفراد بيخترعوا عشان يكسبوا فلوس. طيب، هو احنا ما عندناش حاجة تانية نكسب منها فلوس غير الاختراع؟ طبعا في حاجات كتيرة جدا، في تجارة، في عقارات، في أنشطة كتيرة جدا، لكن الاختراع تحديدا ليه مزايا نسبية مختلفة. من أهم الأشياء اللي بيحتاجها البيزنس أو التسويق إن يبقى عندك ميزة نسبية تختلف بيها عن الآخرين. الاختراع بيوفر هذه الميزة النسبية. طب بيوفر ده في إيه؟ الاختراع على المستوى القانوني بيديك حماية لمدة 20 سنة، حماية احتكارية، يعني تحتكر فكرتك إنتاجيا وتسويقيا لمدة 20 سنة. هذه الحماية خلال هذه الفترة بتجعل المخترع أو من يملك براءة اختراع يملك ميزة نسبية عالية جدا، عنصر جذب كبير للمستثمرين، لأن فلوسه مطمن عليها، مش هيخسرها، والسوق ده مفتوح، وبالتالي ممكن يخسر مرة، سنة، سنتين، لكن لسه قدامه زمن 18 سنة بعد سنتين خسارة يقدر يكسب فيهم. وعادة المشاريع الكبيرة بتبقى دراسة البيزنس بتاعها بتقول ان عوائد رأس المال بترجع احيانا في 5 سنين واحيانا في 10 سنين، والستاندر في المشاريع الضخمة الكبيرة بتبقى في 10 سنين. طيب نرجع نقول ليه نخترع؟ بنخترع عشان نكسب فلوس. نكسب فلوس معناها ان الاستثمار يدخل على الفكرة، معناها ان المستثمر لازم يكون امن جدا في استثماراته. وهذه الفترة القانونية اللي سمح لي القانون الدولي والقانون المصري ان انا احتكر السوق بتاعي او فكرتي تبقى انا احتكرها انتاجيا وتسويقيا لمدة 20 سنة، هذه فترة كافية جدا لرجوع رأس المال والاستثمار. طب ليه ما احتكرهاش مدى الحياة؟ المجتمع مدرك تماما، او المشرع مدرك تماما لأهمية الاختراع للمجتمعات. المجتمعات بتتحرك الامام عن طريق عدة عناصر. عنصر منها البحث العلمي اللي بيقوم بعمليات نمائية او نسميها ابتكارية، خطوات مرحلية بطيئة احيانا واحيانا تكون قوية. الطفرة هي الاختراع، البحث العلمي الذي يؤدي الى طفرة، فيسمى هذا غير العالم بطفرته، حركة كبيرة من امبارح لبكرة، من امبارح لشهر لسنة قدام. فالاختراعات بتأخذ الأمم على المستوى التقني والمستوى الاقتصادي من نقطة ألف لنقطة ب. نقطة ب دي ممكن تبقى سنة، سنتين، 10 سنين، 100 سنة عن بقية الأمم. فالمشرع يعلم تماما ان الاختراع له فايدة مهمة جدا للمجتمعات، وبالتالي بقاء احتكاري مدى الحياة بيقفل الباب على كتير من المستثمرين واللي ممكن يفيد المجتمعات بشكل أكبر. ومن هنا جت فكرة ان بحد أقصى 20 سنة، فبيديك إمكانية انك انت ترجع فلوس الاستثمار وكمان تطور نفسك، وبقيت العمر إن عاش المخترع بقيت حياته أو الورثة، لا، أصبحت هذه الفكرة ملك عام للمجتمعات إن هي تشتغل فيها. والنقطة دي في حد ذاتها في منتهى الخطورة إن احنا نفهمها. هذا يعني إن من تاريخ النهاردة لعشرين سنة فاتت هناك أفكار مصرية وأفكار عالمية موجودة في مكاتب البراءات. من حقنا كأفراد عاديين جدا أن نأخذ هذه الأفكار ونستثمر فيها فلوسنا أو مجهودها وننتجها دون أن يكون هناك عائد ما ندفعه للمخترع. تاني، هذه الفترة 20 سنة تعني أن أنا
بتاريخ النهاردة ممكن أطلع على أي فكرة سجلت من 20 سنة فاتت وأقدر أطورها أو أستثمر فيها أو أنتجها دون أن أعطي المقابل المادي للمخترع، وده سواء داخل مصر أو خارج مصر. وعشان كده هنلاقي حاجة اسمها free patent، أصبحت براءات اختراع free للناس. طب هل ده فقط اللي بيديني إمكانية أن أطلع على أفكار قديمة؟ لا، في حاجة تانية. في كل دولة في قوانين، إذا المخترع لم يمتثل لهذه القوانين تصبح فكرته أو تقع زي ما بيقولوا في الملك العام، يعني ملك لكل الناس. من ضمن هذه القوانين مثلا في مصر إن إحنا في رسوم سنوية بندفعها، إذا لم يدفع هذه الرسوم السنوية فكرته أصبحت ملك للناس للمجتمع. المشرع يدرك تماما إن هذه الأفكار التي تأتي للناس ليست حكرا لها مدى الحياة، هي حكر ليها أو احتكار ليها خلال فترة 20 سنة، وطول ما هو ملتزم بقوانين الدولة اللي هو فيها. فتسقط الملكية، ملكية المخترع تسقط إذا لم يدفع الرسوم السنوية، إذا لم يكون هناك عناصر حماية كافية كي تعطيه البراءة فخلال فترة التسجيل تسقط. أشياء كثيرة، إذا عادت 20 سنة طبعا تسقط. وبالتالي قدام شباب المهندسين فرصة كبيرة جدا للاطلاع على أفكار الآخرين التي سقطت في الملك العام المصري أو العالمي لأخذها وتطويرها أو تطبيقها. طيب نلاقي الأفكار دي فين؟ في أماكن كتيرة جدا، على مواقع الإنترنت free patent، اكتب في جوجل free patent، اختراعات مجانية free، خلاص أصبحت متاحة للناس. دي هجيب لك حاجات كتيرة جدا على مستوى العالم مش مصري بس. هنا في مصر فين؟ أكاديمية البحث العلمي 101 شارع القصر العيني الدور الثاني، مكتب براءات الاختراع. 101 شارع القصر العيني الدور الثاني، مكتب براءات الاختراع. من حقك أن تطلع على أي اختراع سقط في المال العام أصبحت ملكيته لشعب مصر مش لمخترعه، فقط أن تدفع رسوم وتطلب إيه المجال اللي أنت عايز تطلع عليه أو إيه الاسم بتاع البراءة أو ما شابه. طيب اسم البراءة، طب أنا هعرف منين اسم البراءة؟ أنت تعرف اسم المجال ده وارد، لكن البراءة بتصدر كتيب من أكاديمية البحث العلمي تقريبا شهري، مجلة أو هو كتيب صغير يعني للأسف بيبقى موجود عندهم هم فقط، بينشر يعني بيتوزع في أماكن محدودة، لكن الكمية الأكثر تبقى موجودة عندهم ورخيصة جدا، مش عارف بأرقام زهيدة يعني 5 جنيه 10 جنيه حاجة كده، بأرقام قليلة جدا. فيها البراءات اللي صدرت شهريا، كل براءة صدرت في شهر كذا سنة كذا بتكتب مين صاحبها في أنهي دولة، ممكن يبقى ملخص بسيط عن ما قدمه والتايتل طبعا بتاعه. بالتالي انت لو بتاخد المجلات دي شهريا بفترات طويلة هتتابع الأحداث اللي بتحصل وهتعرف فين الحاجات اللي انت عايزها. لماذا نخترع؟ إجابة السؤال ده حاجات كتيرة، لكن أنا جاوبت الجزء اللي يهمني أو الجزء اللي أنا مهتم بيه اللي هو الجزء الخاص بي كشخص كمهندس كمخترع، اللي هو الجزء الخاص بالاستثمار. في أجزاء تانية أو إجابات تانية خاصة بالمجتمع، وزي ما لمحنا ليها أن الأمم لا تنهض إلا بالبحث العلمي والاختراع. وخلينا نقول كلمة دكتوراه تعني بمفهومها الواضح جدا أن تقدم قيمة مضافة في المجال اللي أنت بتبحث فيه. يعني ما ينفعش أخذ دكتوراه في أي مجال دون أن أقدم إضافة علمية واضحة في الأفكار في في في, في الدكتوراه بتاعتي. ما فيش حد بياخد الدرجة دي في العالم إلا بيكون قدم قيمة مضافة. اللهم في مصر في حاجات تانية جدا استثنائية غريبة، نادرا ما تجد رسالة دكتوراه فيها قيمة علمية مضافة لم يسبق لها أحد قبله. يعني ده التعريف الواضح للاختراع وده التعريف الواضح للدكتوراه، أنك أنت أن تقدم
بحث علمي يحتوي على إضافة لم يسبق لها أحد غيرك، فأصبحت أنت هنا أعلى واحد فيها فتاخد درجة الدكتوراه في الموضوع ده. أما الماجستير فموضوع تاني خالص، أنت بتلم الأبحاث اللي اتكلمت في الحتة دي، وحتى لو حللت أنا وسهلا بيك ما حللتش مش مشكلة، بس أنت ألميت في بكل المعلومات اللي في هذا المجال. فبالتالي الأمم بتعتمد اعتماد أساسي على أساتذتها في الجامعات لو كانوا باحثين حقيقيين وقدموا قيم مضافة في الدكتوراه. فكل دكتور هو مخترع أصلا المفروض، ومن الطبيعي أن يكون كل مخترع هو دكتور في مجاله اللي قدم فيه اختراعه. فده جزء برضو من إجابة السؤال لماذا نخترع بالنسبة للحضارة والنمو والمجتمعات. أنا بشكركم وأتمنى أكون أفدتكم وأكون أجابت على السؤال بشكل مختصر. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.